من الرحمن بقى يتلوه المجد يورطوا الاطارات نتاعنا على بطل. نقول لك افهم روحك، ولكن كدك تفهم روحك افهم بلي الانسان اللي رايح متصل به رئيس بلديه رئيس دائره الوالي افهم روحك. انا شويه وليه بزاف ونورطوا يعني المسؤولين نتاعنا يعني ظلما، وهكذا المواطن تكون عنده صوره المسؤولين نتاعو صوره سيئه. هكذا المواطن يقول الدوله نتاعنا مشكوكه في امرها، يعود المواطن ما يحترمش ما يحبش بلاده لان يحس روحو بيتسرق حقه، لكن تسرق بامواله. لازم نحارب هذه الظاهره، ظاهره رشوه هذه لا معقول. هذه كم من مواطنين مساكن حبوا حلو المشكل تاعهم، يثق في الانسان هذا اللي يجي بكري خلاص يكون يجيب البروس حضر اللي يعرف تاريخ الان يجيب بالكوستيم وكرافات، بس يقولوا لازم نحلك مشكل تاعك. يقول لك افهم 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 روحك، افهم روحك بزاف، ما تفهمش روحك شويه برك، وانت لازم نقسم. اذا كان المواطن ما يثقش في مسؤول نتاعو على المستوى المحلي على المستوى الولائي على المستوى الوطني، لان هناك كاين ظاهره ثانيه وين على المستوى الوطني يقول لك نحلك المشكل مع وزير فلاني. ظاهره هذه موجوده يا جماعه، ظاهره سيئه جدا وتسيء لدولتنا تسيء لمجتمعنا بغض النظر، تسيء الى هويتنا حتى هويتنا الدينيه تسيء لها. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.